Hello smart kids, how are you today? I'm Miss Nadia, I'm teacher of English. Today we will have a new lesson. Our lesson is lesson 6, unit 6. أعزائي تلاميذ الأول ابتدائي مرحبا بكم. اليوم راح ناخذ درس جديد. هو الدرس السادس في الفصل السادس وهذا الفصل اللي هو عنوانه My Body, جسمي. طبعا open your books on page 55. افتحوا كتبكم على الصفحة 55. السؤال الأول اللي ممكن نسأله في هذا الدرس Who you can see here؟ من تستطيعون أن ترون هنا؟ I can see ندى، أحمد، إيمان، هاني. أو نسأل بصيغة أخرى Who is this؟ من هذا؟ This is ندى. And who is this؟ This is أحمد. And who is this؟ This is إيمان. And who is this؟ This is هاني. What else we have here؟ ماذا يوجد لدينا أيضا هنا؟ We have four monsters. Four monsters. لدينا أربعة وحوش. Monster number one. Number two. Monster number three. Monster number four. Each character has a monster. وكل شخصية لديها وحش. This is for ندى. هذا الوحش لندى. This is for هاني. هذا لهاني. And this is number three, of course. لإيمان وهذا الوحش هو نمبر 4 لأحمد. السؤال الآخر اللي ممكن أنه نسأله أما أنه نسأل مباشرة ونعطي صفات الوحش مثل monster has or have. إذا نحكي عن الجمع نقول have وإذا شيء مفرد نقول has. فمثلا أما نحن نتكلم بصيغة تكلمنا نحن أو هو يتكلم عن نفسه. مثلا نأخذ مونستر على سبيل المثال، أي مونستر ويجب أن نحزره. مثلا المونستر يقول I have pink hair, four eyes or five eyes, sorry. شعري وردي ولدي خمس أعين. Three red ears, ثلاثة آذان حمراء. Pink nose. Three green hands. My body is yellow. Also I have three blue legs. ولدي ثلاثة أيدي خضراء. جسمي أصفر وثلاثة أرجل زرقاء. Who am I? من أنا؟ فأكيد راح نحزره فراح يكون ينطبق عليه هذه الصفات هو monster number three. نيجي نطابق الأجزاء اللي موجودة مع هل هي موجودة هنا فنخلي لها تيك وغير موجودة نتركها. مثلا بالنسبة للليجز الأرجل ناخد تيك هنا على هذه، وبالنسبة للنوز طبعا هو pink nose فنخلي تيك هنا. ناخد صفات مونستر آخر، مثلا يقول I have four eyes, three red ears, two green hands. My body is blue and I have three blue legs. إذا يقول هذا المونستر إنه لدي أربعة أعين، ثلاثة آذان حمراء، يدان خضراوان، ثلاثة أرجل زرق، وجسمي أزرق. Who am I? من أنا؟ أكيد راح يكون مونستر نمبر 1 اللي هو لشخصية ندى. أوكي، نطابق الأجزاء الموجودة هنا، هل هي موجودة هنا؟ فنخلي لها تيك. مثلا أيده خضراوان، إذا تيك هنا. بالنسبة للآيز، four eyes not three، فنخلي تيك هنا. ناخذ مونستر آخر يتكلم عن نفسه أيضا، مثلا I have five eyes, two orange ears, white hair, two green hands, my body is blue. I have also three black legs. إذا لدي خمس عيون، شعري أبيض، يداي خضراوان، جسمي أزرق وثلاثة أرجل سوداء. Who am I؟ أكيد راح يكون number two. انطابقه مع طبعا المن هذا هي الشخصية لهاني. Two orange ears. إذا هنا white hair. إذا هتك هنا.
تبقى عندنا المونستر نمبر 4. طبعا دائما هو احنا نحزر الشخصية من خلال الصفات اللي يقولها عن نفسه. I have 4 black eyes, 2 orange ears, 3 hands or 3 green hands. My body and my head are yellow. My legs or I have 3 black legs. إذا لدي 4 عيون سوداء، أذنين برتقالية، 3 أيدي خضراء، جسمي ورأسي أصفر، 3 أرجل سوداء. إذا هو ماي طبعا راح يكون هذا نمبر 4 اللي هو يرجع لشخصية ندى. سوري شخصية أحمد. فإذا نقارن بالنسبة للجسم يلو، وبالنسبة للأرجل بلاك. فإذا تك هنا أو تك هنا. أوكي ممكن نسأل سؤال آخر، نقول مثلا على سبيل Who has two green hands؟ من لديه يدان خضراوان؟ طبعا عندنا مونستر نمبر 1 مونستر نمبر 2. أو What color are the hands؟ السؤال الآخر What color، هذا السؤال طبعا What color are the hands؟ ما لون الأيادي؟ All of them are green. كلها الأيادي لونها أخضر. أوكي؟ أو نسأل سؤال آخر. How many eyes does monster number one has؟ كم عين لدى الوحش في أو رقم واحد؟ وكذلك نطبق على باقي الأشياء، نعدد باقي الأشياء. أوكي؟ هذا بالنسبة لكتاب الطالب Pupils Book. بالنسبة لكتاب النشاط راح ناخذ Match the Letters. عندنا Capital Letters Small Letters، فراح نطابق الكابيتال مع السمول. مثلا This is A اللي صوتها A، B، B، D، D، طبعا أقول أصواتها E، A، G، G، H L Q Q R R T T. أما بالنسبة للتمرين الآخر Trace تتبع، راح نتبع طبعا دائما ما ننسى من اليسار إلى اليمين حرف الـ W اللي صوته و، هكذا نمرر أصبعنا عليه. وحرف الـ X أيضا نبدأ من اليسار، هذا حرف الإكس من اليسار إلى اليمين ويصبح لدينا هذا الحرف. حرف الواي أيضا من اليسار إلى اليمين ويصبح لدينا هذا الحرف. وحرف الزت أيضا نبدأ من اليسار لليمين. أوكي وهكذا أعزائي تلاميذ الأول ابتدائي ينتهي درسنا لهذا اليوم اللي كان عن المونسترز والشخصيات الأربعة ندى أحمد إيمان هاني، اللي نسأل ونطابق الأجزاء وأيضا نسأل عن العدد والألوان. أتمنى أن يكون الدرس واضح وتستفادوا من عنده. Thank you and goodbye.